C'est-à-dire ? Souffle. كل شيء كي مريم شو هنا حطي لها قدام نشوفو يلا حطي لها هانا امي سعدي شوفي هادشي واش هو هذاك امي شوف دوري لها شوفي هادشي واش هو هذا بلاش امي داكشي اللي قلتي لي ديال الطبق اللي بغيتي هو هذا شوفي واش هو هذا صافي شوفي واش ما نسيت حتى شي حاجه جبت البخور الحنه الفانيد النفقه زيت العود زيتون خبزه كلشي صافي يلا دوري يا مريم ركبي باش تشديه لا ياك تبقاي شاده قدامك ولا تشدو لك مريم البنات امي قالت لي لالا عيشه البحريه كاينه وسط الشجر ديني ليها انا جبتها لها وسط الشجر انتما امي هزه الزياره قالت لك ديالها احنا وصلنا ها هو الواد ديال لالا عيشه البحريه شوفي امي سقع ويناتك يلا دعي معايا اسكت يفتح عليك امين يديم لك الرزق امين هانتوما البنات البحر ديال لالا عيشه البحريه حنا جينا لي تسلمين وطالبين تسليم الرجال الله يعاونك امين يبيد خميرتك امين امين يا رب امين امي دابا ملي جبتك ان شاء الله لهاد لالا عيشه البحريه ارتاحيتي شويه انا دابا مريضه حتى قلتي لي جيبيني وغنرتاح واش غادي خرجوا تضروني الدم خرجوا العدوى وارتاحيتي دابا فاش جبتك حسيتي براسك شويه ياك انتوما البنات قالت لي فاش حنا جايين حيت عارفين ام السعديه زحفات مابقاتش تقدر تنوض انا اللي غادي ندخل لها الزياره ديالها للبحر ياك امي انا غندخل لها الزياره ديالها للبحر اش نقول لي مامي ولا عطيتكم رزقكم انتوما عاونوني نقول لهم قالت لكم ام السعديه عطاتكم رزقها عافاكم عاونوها توقف على رجيلاتها جيبي الطبق اها ما تخليش والزيت اه نجيب الطبق والزيت ما نخليهمش لا ما نخليهمش لا علاش؟ لا ما تخليه جوي دي عمقة تخليه جوي نجيب الطبق والزيف هوي دي عمقة اشنو نعطيهم؟ هتعطيهم هاد الشيء اه؟ حقهم وهادو غنجيبهم صافي والحمد لله ملي دخلتي هنا ارتاحيتي الحمد لله حسيتي براسك شوية؟ شوية الحمد لله والحمد لله اللهم لك الحمد يلا نهبطوا يلا بقاو يلا هبطوا معايا هبطوا معايا خلي امي هنا عاجب انا اسكت يلا كيفاش حلو فين هو اه حلو في مية تشوف الله يرحمه مسكين هزي الطبق هزي الطبق اري انيس عثمان لا تعالوا امي السعديه ان شاء الله ما غتكوني بخير وعلى خير ملي جبتك ارتاحيتي دابا هانتوما ارتاحت مسكينه زيد يا مريم اري لي عثمان اجي ادم هلا اجي احنا جينا البنات والله العظيم انا يا هادشي تحت الطلب ديالكم داكشي اللي طلبتو مني سكوتا هاد الناس داكشي اللي طلبتو مني نتوما انا درت العكس ديالو نتوما قلتو لي ساره ديها لالا عيشه البحريه باش ترتاح وحقي لها الامنيه ديالها بلاتي انا
تحقق لها الامنيه ديالها. وشنو ديري وشنو ما ديري، انا البنات ما قدرتش نعصى سيدي ربي لان هادشي شرك بالله سبحانه وتعالى. جبت الغابه حدا الدار ووهمت ان على العيشه البحريه مسموح انا كندور بالطوموبيلتي، كندور بالطوموبيلتي. ايوا البنات احنا غادي نعطيو العيشه حقها كما قالت لكم السعديه. زيدي يا مريم، زيدي جلسي، حطي داك الطبق. نعطيك ثاني دا ماما. اجي اجي انس، بسم الله الله يخلف عليك امي السعديه. اجي فرقي على الدراري كل واحد ياخذ، خذ ثاني. وانا انس نعطي كل واحد ثاني. هذا معجمان كيضحك هكا ثاني ديالك. قول بسم الله. بسم الله شوش. بسم الله. ديرك العودي معاك الدار. أرجي بسم الله. خذ هاد البحريه. الله يشافيك امي السعديه. الله يشافيك يا ربي. الله يقعد وسادك. امين. الله يوقفك على رجيلاتك. عطي وحده. أرجي جا وحيده. الله يوقفك على رجيلاتك. امين. الله يطول في عمرك. امين. ان شاء الله تشافي. امين. ويبلغ المقصود. امين. ويبلغ المراد. عطوني انا الخضرة والصفرة. حي وحلا. بنات كلكم طلبتوني قلتوا لي سارة دي امي السعديه لالا عيشة البحرية. الله يعطيك السرة سارة، كملي على الخير ديالك. البنات هذا الشرك، والانسان ملي كيشرك بالله راه صافي، راه ما بقاش مسلم، راه خرج دم الانسان. انا ما قدرتش البنات، انا ما قدرتش. ماما على البحريه. ماما على نيتكم ترزقوا. كيفاش على نيتكم ترزقوا؟ مسعديه دارت نيه، دابا هادشي اللي دارت كيتسمى بحال شرك. بحال شرك بحال، ما فهمتش. ولكن راه ما مشيناش لالا عيشه البحريه. هي دارت النيه ديالتها. كيفاش دارت النيه؟ دارت نية بحال هادشي عطاتو الجن. بحال هادشي عطاتو الجن. نعم واخا كاين، واخا كاين واحد حد 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 اشنو قلتي لطاطا؟ واش قلت والو؟ تحسب بحال شرك بالله. واخا كلنا وضحكنا بحال شرك بالله، بحال شركنا بالله، بحال المستعدي انت تزاق. بحال مثلا ماشي كي تحسب عادي، بحال المستعدي بحال شركنا بالله. واخا المستعدي داوتني بحال شرك، واخا كلنا بحال شركنا بالله، بحال شركنا بالله. راحنا ما مشينا البنات، راحنا ما مشيناش ل، راه ما مشيناش للعي. اجي حدايا، اجي ماما حدايا. راحنا عند ادم، حنا راه ما شاركناش. اسمعني، حنا راه ما شاركناش بالله، راه ما مشيناش للعيشه البحريه. عارفه كيف تحسب بحال بحال كيفاش كيحبك ماما؟ كيحبك انت معرر. هاي الباب ديالنا. سمعتي قال لكم شي حاجه؟ سمعت الرد؟ سمعتوا شي حاجه؟ انا ما سمعت والو. سمعتوني البنات؟ انا قلتوا لي ساره سيري دي امي السعديه لالا عيشه البحريه، وانت ما تدخليش، خلي مريم هي اللي تمشي تزور هي ومريم. انا اشنو درت البنات؟ انا شنو درت البنات؟ جبت الغابه حدا الدار، تقدات داك الشيء، لعب لي على النفسيه ديالها، زعما راها زارت وزعما جبنا لها هادشي، تشكلناه بوحدنا، ما عطينا لا الجن لا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا شركنا بيناتنا، كلينا بيناتنا. درت تحل فوقاش غنمشيو للعجل بحريه، فوقاش غنمشيو، فوقاش غنمشيو. قالت لكم كتبقى. قولي لها ساره، قولي لها ساره. هذا انس البنات راه بحال دابا، يعني المهم انا لعبت لها على النفسيه ديالها وما عرفتش، الله يسمح ليا. وانا هادشي جبته كصدقه دابا درناه، ما النيه ديالي انا ما فيها لا عيشه، ما فيها لا كريط، ما فيها حتى شي حاجه دنيه. جبنا هادشي كليناه بعضياتنا، ضحكنا نشطنا. هاد العويد ديالنا غادي ندي لداري، هاد الحنه ان شاء الله غنديرها لها في شعرها.
السكر وهذا الشيء راه غادي نطيبوا به، وهذا الشيء اللي كاين. الا كنت دايره شي حاجه غلطه قولوها لي نتوما، داك الشيء اللي طلبتوه مني انا درت. قلتوا لي يا ساره الله يرضي عليك درتي خيرك كمليه، وشدي امي السعديه وديها زوريها هي ومريم، انت حلفتي ما تمشيش ما تمشيش. انا البنات ما مشيتش، انا جيت للغابه، وعلى اساس رحنا في عيشه هاد لاله عيشه البحريه وهذا الشيء ما جينا حتى شي حاجه. عطونا نعم عطوني الراي ديالكم، شنو بان لكم في هذا الشيء؟ قرعت لا صح حنا سالينا راني نشد هذا الزيف. قالت لي الزيف، قالت لك الزيف كدير لها الزيف. الله يخلف عليك ام سعوديه، قولوا امين. الله يحفظ لك ميمتك، الله يشافيك امين. يلا اجي. شنو باغي؟ باغي طايف. شنو باغي؟ طايف. باغي طايف؟ دابا نرجعكم ان شاء الله. لالا سعاد قطيب اللوز قطيب البنان خليوها تبان، سعاد يا قطيب الخيزران. مي سعدية تبارك الله عليك وبالصحة والراحة. الله يحفظك. امين 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 امين. ارتاحيتي شوية؟ لا الحمد لله شوية. ياك نقولوا صلاة وسلامة أناس. صلاة وسلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله مع الجل علي. صلاة وسلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله مع الجل علي. السعديه ويا الورده وعليك يطيح ندى، السعديه ويا قطيب اللوز خليوها تدوز، السعديه قطيب البنان خليوها تبان. السعديه ما عرفت كيفاش وجهك تنور نور بصح. امي السعديه عرفتي كي وليتي كالياقوته كالدياماندا؟ امي باش كتحسي دابا؟ باش كتحسي؟ ايوا لالا عيشة ما عطاتكش. نعم؟ ما كاين باس. امي السعدية بلاتي انس اش قلتي امي؟ ما كاين في الدنيا هذه. واخا ما عطاتكش. من بعد. ماما امي السعدية زوينة بزاف. تجي نوبتك؟ دابا باقا ما جاتش نوبتك. يعني داكشي مولا نوبة. ايوا ان شاء الله يكون خير باذن الله. البنات دعواتكم وخليكم الشياطين. وسعديه زوين. البنات انا جيت هنايا عند جاري اللي قالت لي والو غادي تمشي للجميعه وغادي تقضي ليا مريم جاي. نعم الطبق ب 30 درهم. اولا الطبق ب 30 درهم اقسم بالله. الطبق ب 30 درهم قولي لي غير 20 درهم. شوفي شنو غايقول لي. نصرف نقول لي عندها 20 درهم. علاش تصرف تقول لي قولي لي خلي لي ب 20 درهم ويعطيك الصغر منه. قولي بالا غندي نصرف. وانت سيري قول وانت سيري قولي لي بارك عليك 20 درهم الشطاره راه وصى عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. يا ما تعطليش عليا. انتوما البنات غادي ناخذ لها، قالت لك جيبي لي غير شويه شويه من الحاجه. غادي ناخذ لها قالت لك لالا قالت لي جيبي لي 5 دراهم اللوز وخمسة دراهم التمر وخمسة دراهم القرقاع. صافي دير لي 5 دراهم التمر. المعرف المهم دير لي التمر مزيان وصافي. سمعوا البنات التمر مزيان 5 دراهم. واش عقلتي اش قالت لي نجيب وانا ما بقيتش عاقله. قلت لي 5 درهم ديال اللوز 5 درهم ديال القرقاع 5 درهم ديال التمر
ياك والدرام ديال الفانيل مخلص. اها وقلت لنا جيبوا السيترو ديال الحليب. اه والسكر عقلت عقلت. والزيتون كحل. الزيتون كحل. شحال ديال الزيتون كحل لقيت شعر؟ درام. درام. جوج درام زيتون كحل؟ اه قلت لهم كيما البنات. هذا التمر هنا الكركاح ياك وعاد غيدير لينا الهوز 5 دراهم من الزيتون دير لي الزيتون كحل 2 دراهم وحكا قالت لنا الفانيد عطيني الفانيد مخلط حتى 2 دراهم هانتوما البنات قالت لينا خبزه والتمر اللوز القرقاح التمر وهذا الشيء هانتوما زيت العود السكر صافي هزي عطيه للولد قعد صافي يلا حسب عبد الرحمن كضحك ياك كيضحك عليا مول الحانوت البنات مول الماحل كيضحك علينا قال لك هادشي جا غريب اول مره تشوفو لا ديجا اختي تشوفو قال لك ديجا كيشوف هادشي ياك هاد الدري الاخر حتى هو كيضحك عادي دعي لي مع جداتي قول الله يشافيها امين تزوج انت اخويا انتم جاري عبد الرحمن عرفتوا شنو قال لنا قبيله قال لك صافي جات واحد السيده دعات معاه بالزواج قال لك صافي ما بقاش الزواج قال لك غادي نبقى هكا ديال راسي صافي عبد الرحمن جيبي بارك الله فيك شكرا هزي يا مريم سلامه ام خذها عبد الرحمن خديت مريم تسنى